انا محمد حسن، دخلت الجيرني الانياجرام 2017، وكانت الحقيقه رحله بعد رحله طويله قوي في الان ال بي. كنت فيها خلصت البراكتيشنر ان ال بي، وبعدين دخلت اسيستنت في الجيرني الثانيه بتاعت الان ال بي. لكن الحقيقه الانياجرام كانت بالنسبه لي فارقه جدا جدا، فارقه في حياتي تماما. ودايما بحكي لكل اللي حواليا، بقول لهم ان خصوصا اخر موديولز اللي هي 4 و5 غيروا كتير جدا، ده فتحوا حاجات كتير جدا جوايا، شالوا الطبقات اللي يمكن او اللايرز اللي كانت اللي انا كنت فكرت نفسي ان هي متشاله، لكن للاسف كانت لسه موجوده. وفضل طبعا الحمد لله الانياجرام والدكتور خالد، قدرت اخش جواها بدون خوف وبدون توتر وبدون قلق، وطلعت من جوايا حاجه حلوه وانا عايش بيها دلوقتي، واتمنى ان شاء الله باذن الله تستمر. وفعلا يا ريت وبتمنى ان كل الناس تعرف عن الانياجرام، وتعرف عن ايه تايب بيرسوناليتيز، وتعرف عن ايه تتعامل مع الناس، تتكلم عن الناس، تعرف التايبس بتاعت الاذر بيبل. احنا كلنا حاجه واحده، لكن مش كلنا بنفس الاتيتيودز، كلنا من سورس واحد لكن مش كلنا بناخد نفس الاتيتيودز. فياريت نعرف ان في اختلاف في الافكار عن حد، ياريت نعرف ان في طرق مختلفه في التفكير، في التعامل، في الاحساس، في البيهيفيرز. وده علم جميل ورائع، وان شاء الله رب كل الناس تتنفع بيه. Thank you so much.